ولغة المسيح عموما هي أبسط لغة ممكن تصدر من معلم. يعني المسيح لما بيتكلم مثلا عن خرج الزارع ليزرع، أنا بالنسبة لي زي خرج عادل يلعب، بالنسبة لي أنا درس قراءة في الصف الأول ابتدائي، ما فيهوش أي صعوبة، مش محتاج أي تفسير. يوم. آه أنت كل يوم بتشوف الراجل، بتشوف الفلاح اللي ماشي وهو راح يبذر بذر. نفس الكلام عن صياد السمك، يعني دايما يشبه نفسه أنا الماء، أنا الخبز النازل. اللغة اللي بيستخدمها بسيطة، لغة في ما فيش أبسط من الماء والخبز. فهو لما بيتكلم بيتكلمش كلام فلاسفة، وإن كان يستطيع يعني ويلجم زي ما عمل مع نيقوديموس في حواره مع نيقوديموس، ده حوار لشخص معلم مع معلم وفيلسوف مع فيلسوف وشخص جاي سوري في التعبير بيتحادق على المسيح. يعني فاهم إنه فاهم. فالمسيح بيحطه في وضعه الطبيعي، وضع التلميذ اللي يسأل واللي يستفسر. إن هو المسيح قال له أنت ما أنت معلم إسرائيل ولست تعلم، بس كده لا، وقال له إيه؟ قال له ينبغي أن تولده من فوق. فالراجل يعني مش لف حوالين نفسه، اتبرجل. ايه ده؟ اول مره يسمع حاجه زي كده. المسيح لا يمكن يتكلم مع السامريه بالشكل ده، ولا يتكلم مع الاطفال بالشكل ده. فالمسيح عبقريته في انه بيخاطب الناس في لغتهم في مفرداتهم، يخلي نيقوديموس يساله كيف يكون هذا. فاللي يسال يبقى وضع نفسه في موضع التلميذ، يبقى عايز يتعلم. فيعلمه ببساطه، يعني مش يعني المسيح عايز يوصل رساله. فدي أول مبدأ، تكلم إلى الناس بلغتهم من جنس أفكارهم من معتقداتهم من ألفاظهم من مفرداتهم، ابذل مجهود في الاتجاه ده. أفتكر برضو ده اللي تعلمه أو قدمه أعمال 17. أعمال 17 طبعا بولس الرسول عبقري فيها دي. أيوه ده أنا إيه اللي حصل في أعمال 17؟ أعظم مواجهة، أعظم مواجهة بين الفلسفة الوثنية، كويس، الفلسفة يعني الوثنية بمعنى اللي بعيد عن الله يعني، وصاد الإنجيل، إنجيل المسيح. بولس في الأمر ده دخل بكل المداخل الممكنة اللي يخلي الناس تفهم رسالته بشكل متدرج، لكن كمان يحترموا الكلام اللي بيقولوه. يعني فهم يعني هو احترم ان هم صعب قوي يدخل ليهم بالمخلص مرة واحدة، بالمسيح مرة واحدة، نقطة بعيدة قوي. فهو قال لهم الله الخالق الكل، السماوات والأرض، وبعد كده كما يقول بعض شعراءكم بقى. فهو ابتدى من نقطة هم واقفين فيها إجماع، واتكلم بلغة زي ما حضرتك قلت إجماع. في المبدأ الأول بلغة وبمعتقدات بمفاهيم، فهمني، جنس الأفكار. يعني أنت أهم، عشان كده أنا بقول واحدة من ضمن أفضل الرسائل اللي تفهمنا كده، طبعا كل الرسائل زي بس اللي تفهمنا المبدأ ده، هي رسالة يوحنا الأولى. يوحنا الأولى مكتوبة لناس عندها فكر الغنوسي تغلغل في الكنيسة. يعني إيه غنوس؟ الغنوسي؟ إيه فكر الغنوسي؟ الفكر الغنوسي مبني على فكرة الفلسفة الثنائية. إيه الفلسفة الثنائية؟ قسمت العالم كله إلى روح وجسد، يعني إلى حاجة مادية كلها شر، والحاجة هي روح كلها خير. طب هو ده وحش؟ ما ده 100% ده فكر أفلاطوني. أفلاطوني ولا ما أفلاطوني شيخ يوسف؟ المسيح بتجسده جعل هذه المادة، جعل هذا الجسد مقدس. يعني أنا ده اللي بقوله في الآخر، هي إحنا مش خليقة الله بالرغم من ضعف الإنسان. أيوة يعني آدم هو آدم، آدم ما اختلفش. مش في حاجات روحانية وحاجات جسدانية؟ لا، ده فكر يهود، فكر أفلاطوني. الثنائية اللي في الإنسان دي مش حقيقية، والمسيح أكد على كده. يعني المسيح بتجسده وصار إنسان كامل وإله كامل في نفس الوقت، قال لنا لا، اوعى تحتقر الجسد، اوعى تعنفه، اوعى تتعامل معاه بشكل دوني. أما شيخ يوسف، أما هو نفس الرسول بولس، أنا قبل ما أخش بس في يعني قبل ما نستكمل، أنا متأسف للمقاطعات، بس يعني لما بيقول أقمع جسدي وأستعبده، ماله ده رخم؟ فكر غنوسي رخم؟ لا بالعكس، هنا بقى هنا الجسد بالمعنى انه بتاع بولس الرسول ايه؟ الاهواء والشهوات طبعا، لكن مش الجسد اللي احنا نعرفه ده. ما كانش يقصد ان احنا نجيب كرابيج ونضرب بيها نفسنا، كان بيتكلم عن ازاي بقى بالصوم، ازاي بالتدريبات الروحيه، النوازع الشهوانيه الحيوانيه اللي جوه الانسان اللي بتبعده عن الله، وانه يفهم الله. لا طبعا، دي محتاجة كبح ومحتاجة يعني ضبط نفس كبيرة، لكن في النهاية مش الجسد ده، مش اللحم والدم أبدا. يعني اللحم والدم ده كان فيه المسيح، وبالتالي لكن عايز أقولك الرسالة دي كلها مبنية على إيه؟ على فكرة الثنائية.
انا نفسي حد يقرا يوحنا الاولى كلها ثنائيه من اول اصحاح لاخر اصحاح، مبنيه على ثنائيه، على 22 ثنائيه. مش مبنيه على الثنائيه، هي مبنيه على الهجوم على لا بس وهو بيقدم بس هو بيقدم بقى فكره، بيقدمه في القالب الثنائي، مش خلي بالك يعني بيستعمل نفس المفاهيم الثنائيه. يعني في ابناء ابليس وفي اولاد الله، في اولاد ابليس وفي اولاد الله، انت دايما عندك المملكتين دول، عندك الظلمه وعندك النور، عندك الحياه وعندك الموت. فالفكره دي 22 مقابله بيعملهم طول الرساله، لانه بيخاطب ناس مخها تركب ثنائي خلاص.